وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل ألا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله، حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر، أريد ما شئت وأتصرف كما شئت. نقول الأمر كذلك، لكنك مربوط بإرادة الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني خوفناكم من عذاب قريب، وهو يوم القيامة. يوم القيامة قريب، لو بقيت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله تعالى به قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، ليس بين الإنسان وبين هذا العذاب إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي، أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا، وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. أخي الحبيب، ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم؟ يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وما أخرتم؟ يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وأين بخورك؟ أين كسوتك لصيفك وشتائك؟ فتزود من الدنيا. قال الله جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم من عذاب قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فهذا العذاب هو عذاب يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وهذه الآيات تدل على قرب الساعة. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى:
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أي وما يدريك لعل ساعتك تكون الآن، ولا تخرج من المسجد إلا إلى المقبرة، لعل ساعتك تكون بعد ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين، لعل الساعة تكون قريبا. قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه فلا تستعجلوه. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال لا إله إلا الله في الدنيا، أو كان من المسلمين الذين قالوا في دنياهم قولا صوابا. ذلك اليوم الحق، وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء من العباد اتخذ إلى ربه مرجعا حسنا، وهذا المآب الحسن يكون بالتصديق باليوم الآخر الذي قال الله فيه: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويكون أيضا بالأعمال الصالحة، فقد روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي اتخذوا إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه. وقال بعض العلماء: مآبا أي سبيلا وطريقا. طبعا هذه الآية وإن كان ظاهرها التخيير، إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد. فمن شاء ظاهرها التخيير، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن كان ظاهرها التخيير ولكنها أقرب إلى الحث والتهديد، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أنذرناكم، أي حذرناكم وخوفناكم. هذا يذكرنا تماما بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بعدها إيه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذه الآيات إن كان ظاهرها التخيير، لعوز يؤمن يؤمن ولعوز يكفر يكفر، ولكنها أقرب إلى الإيه؟ التهديد، بدليل ما جاء بعدها من وعيد وتهديد وتحذير من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هنا: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ثم قال بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو عذاب يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أي امرئ ينظر ما قدمت يداه، هل المؤمن أم الكافر؟ قال بعض المفسرين: إن المراد بالمرء هنا المؤمن. روي ذلك من عدة طرق عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، نقل ذلك الطبري في تفسيره عن الحسن، ويتأيد هذا القول بدلالة ذكر الكافر بعد ذكر المؤمن. يعني قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الإيه؟ الكافر. فقال الحسن وغيره من أهل العلم: إذن المرء هنا الإيه؟ المؤمن. ثم قال تعالى بعدها إيه؟ ويقول الكافر، يعني المرء الكافر، يبقى المراد بالمرء الأولانية الإيه؟ المؤمن. هذا قول الحسن. وقال بعض المفسرين: إن المراد بالمرء هنا أعم من المؤمن، فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه، وعند ذلك يحدث الافتراق،
فالمؤمن يقول هاء مقرأ كتابية، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. وهذا هو الراجح، أنها أعم من المؤمن، فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه. هذه الآية الكريمة تذكرنا تماما بقوله تعالى في سورة النساء: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وتذكرنا بقوله تعالى في سورة الحاقة: يا ليتها كانت القاضية. فهنا قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق، ليتني لم أبعث. إذا رأى البهائم التي يقضي الله تعالى بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون كالبهائم، يا ليتني كنت ترابا. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق